كان هارون الرشيد يتواضع للعلماء. قال أبو معاوية الضرير: وكان من علماء الناس المشهورين المعروفين، أكلت مع الرشيد يوما فصب على يدي الماء رجل دون أن يتكلم، فلما فرغ قال لي أمير المؤمنين الرشيد: يا أبا معاوية، أتدري من صب الماء على يديك؟ فقلت: لا لا يا أمير المؤمنين. قال: أنا. فقلت: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا مع مثلي؟ قال: فعلته إجلالا للعلم والعلماء. وسأل الرشيد ذات يوم جلساءه: من أكرم الناس خدما؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال: لا بل الكسائي، فقد رأيته يخدمه الأمين والمأمون ولي عهد الخلافة ويقرب له نعله.